وبمناسبة الذكرى التاسعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، أشاد أعضاء مجلس الأمة بقيادة سموه رعاه الله للبلاد ودوره في نهضتها، مثمنين مسيرته الزاخرة ودبلوماسيته السياسية والاقتصادية والإنسانية. شمس العام التاسع لتولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تشرق اليوم، شمس تضيء سماء الوفاء وتجدد الوعد للرجل المبادئ الذي أمضى عمره في خدمة الوطن حاملا راية العزة في كل المواقع التي تولى مسؤوليتها حتى أصبح رمزا للوفاء وقدوة للتفاني والإخلاص. عهد سمو الأمير حافل بإنجازات كثيرة وظروفها المحيطة والقائمة حاليا في توجيهات سموه وحكمته، قاد سفينة الكويت إلى بر الأمان في ظروف كثيرة، وعهد سموه ازدهر في اهتمام بالشباب ودعم الشباب وإضافة أمور كثيرة من القوانين سننجزها إن شاء الله في مجلس الأمة، وسيكون عونا لسمو الأمير في هذه الإنجازات وتوجيهاته السامية في محل تقدير ومحل عمل وثقة لدى المجلس. 9 سنوات تحققت فيها إنجازات عديدة، فقد استطاع سموه رعاه الله أن يؤكد رغبته وسعيه بجعل دولة الكويت تسير في قطار التنمية، ولذلك حظيت الكويت في العامين الآخرين بإشعاع خليجي وعربي وعالمي غير مسبوق. سمو الأمير مشهود له في الحنكة السياسية وزعيم الدبلوماسية وشخص احترم العالم كله لكي العالم يحترمه. نعم، سمو الأمير فرض حبه ومحبة الناس عليه، وهو من فرض الناس حبه أيضا عليهم في الحنكة والدبلوماسية والمحبة، وصاحب السمو حفظ الله ورعاه صاحب قلب كبير ويحب البلد الخليجي أو مجلس التعاون بأخص، ويحب الشعب الكويتي بشكل خاص، وهو من بادر في ترميم البيت الخليجي. في هذه المناسبة نستذكر مواقف حضرة صاحب السمو وإنجازاته وسعيه الدائم لمصلحة هذا الوطن ولمصلحة الشعوب العربية عامة ولشعوب دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، هو أمير الحكمة وراعي الديمقراطية، فعند كل محطة ومفترق يشع صباح الكويت بالخير، كيف لا؟ وسموه رعاه الله والحاسم هو الجامع ومترجم الفكر الديمقراطي من خلال حرصه الدائم على الدستور وتمسكه بمكتسباته. الكل يشهد بخبرة وحكمة صاحب السمو على مستوى العالم بسياسته الحكيمة لما لها طبعا انعكاسات إيجابية ونتائج التي ننعم بحالة الاستقرار، وخاصة في الظروف الإقليمية الغير مستقرة التي طبعا تعصف في المنطقة، وكذلك دور صاحب السمو بقراره بالتعديلات الدستورية بالصوت الواحد، وانعكس باستقرار البلد والالتفات إلى التنمية. دائما نستذكر المواقف صاحب السمو والإشادة العالمية وتسمية صاحب السمو بقائد للعمل الإنساني، هذه فيها مفخرة للشعب الكويتي أولا، وأعتقد أنه للشعب الخليجي أيضا. ونظرا إلى خبرته في الشأن السياسي وحنكته في التعامل مع الأزمات، لم يكن غريبا أن يعتبر سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الدبلوماسية ورجل السياسة الخارجية الأول لما يملكه من منهجية ورؤى واضحتين رسم من خلالها مستقبل هذا الوطن، وقام ببناء جسر من العلاقات القوية والمتينة مع دول العالم والمنطقة. نهنئ سيدي صاحب السمو ونرفع اسمع آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه بمناسبة مرور الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم ببلاد، ونشيد بالتكريم الأممي والعالمي الشخص سموه على ما قام به من جهود كبيرة في خدمة الإنسانية أسهمت في تسميته قائدا للعمل الإنساني.
هنيئا لدولة الكويت ولأهلها بالإنجازات الحاضرة والمستقبلية، وهنيئا للأمة أجمع برجل كحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. شارك في الحفاظ على الثوابت العربية ودافع عنها بعقيدة راسخة وشجاعة الفرسان.